قصفت مقاتلات سورية الخميس مواقع لمقاتلي المعارضة بالقرب من معبر القنيطرة الحدودي في الجولان السوري المحتل بعد معارك ضارية خاضها المقاتلون مع قوات الجيش السوري، فيما أدت المعارك الدائرة هناك إلى سقوط عشرات القتلى بحسب شهود عيان. وقال مصدر في كتائب بيت المقدس الإسلامية التي تشارك جبهة النصرة في القتال إن هذه الأخيرة وكتائب أخرى لا تزال تسيطر على معبر القنيطرة الحدودي رغم القصف. وسقطت الأربعة قذيفتان أطلقتا من الجانب السوري على الجولان المحتل ما أدى إلى جرح جندي إسرائيلي، كما قامت إسرائيل بالرد فورا عبر إطلاق قذائف مدفعية استهدفت مواقع للجيش السوري قرب الحدود. وعلى صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي الدولة الإسلامية قاموا بإعدام عشرات الجنود السوريين الذين كانوا يحاولون الفرار من محيط مطار الطبقة العسكري شمال البلاد.